هذا وترتبط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بعلاقات اجتماعية راسخة وثقها شعب البلدين الشقيقين على مر التاريخ. نعم، وتظهر متانة العلاقات بين الشقيقتين في تشارك قيادتيهما وشعبيهما مختلف الظروف ووقوفهما إلى جانب بعضهما البعض في المسرات والمحن، وذلك تأكيدا على الروابط المتجذرة بين الشعبين. روحان في جسد واحد، هكذا يمكن أن نصف العلاقات الاجتماعية الأخوية المتجذرة التي تجمع شعب مملكة البحرين بشعب المملكة العربية السعودية الشقيق على مر التاريخ. السعودية والبحرين يجمعهم الكثير من الروابط المشتركة اجتماعية واقتصادية وعلاقات الجوار وعلاقات التاريخ المشترك. هناك الكثير من العوائل تجد نصها في المملكة العربية السعودية والنص الآخر في مملكة البحرين، أيضا علاقات نسب وأخوة وعلاقات في جميع المجالات. ما يجمع شعب المملكتين من علاقات راسخة عصية على التوصيف، فقيادة وشعب كلا البلدين لن ينسيان أبدا المواقف المشرفة في محطة مسيرة بناء الأوطان دون أن يعكر أي شيء صفوها يوما ما. أهلنا الآن موجودين بالبحرين، فأنا أعتبر صراحة أهلي بالبحرين، يعني ما كان يعني البلد أو دولة البحرين أعتبرها مملكتي، مملكة البحرين هي مملكتي، يعني فعلا أنت تتكلم على أهلنا، ما نقدر نقول شيء، أشقانا وأحبابنا. العلاقات بيننا وبين أهل البحرين يعني جزء لا يتجزأ، من يومنا ما شاء الله يعني احنا جيرة في البداية وإخوان، وبالعكس يعني دائما يعني على قلب واحد، ياما في أي واحد في أي حياته أي سعودي أكيد إنه مر في شغلة، يا إنه مر البحرين ولا أهل البحرين زاروه، فهم ما يحتاج يعني إخواننا وضروري نسير عليهم حتى ولا يسيرون علينا ولا ما عاد نقدر، مرة يعني إخواننا في البحرين لهم معزة خاصة. مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وشعبا البلدين كل منهما سند للآخر، فاليوم يجمعهما الدم والنسب والمصير المشترك وتاريخ يسخر بالشواهد على مدى صلابة العلاقة بين أخوة المنامة والرياض، حتى باتت انموذج في كيفية إخلاص وتعاضد البلدين في جميع الأوقات والتي لا تغيرها الظروف ولا المواقف.